السلام عليكم. اليوم نقف على مشروع نتاع انجاز عده طرقات مزدوجه وتحسين مسارات وانجاز كذلك بعض المحولات على مستوى ولايه الجزائر العاصمه، وخاصه في المنطقه نتاع التوسع السياحي بزيرالدا وسطاولي، حيث فيه يعني الان اتمام هذه المشاريع نتاع الازدواجيه في المنطقة لتسهيل إذن حركة إذن المرورية في المنطقة اللي كانت تعرف يعني ضغط كبير خاصة في فصل الصيف. الآن فيه مشاريع الآن بدأت تسليم تاعها على مستوى إذن الجهة الغربية لمدينة الجزائر العاصمة. نترككم تتابعون هذا التقرير في الموضوع، والسلام عليكم. على أحد المشاريع القاعدية في الجزائر العاصمة، إنجاز مداخل التوسع السياحي سيدي فرج الشاطئ الأزرق مرورا بشاطئ النخيل. المشروع الاستراتيجي الذي سيخفف الضغط على المحاور الأساسية لبلديتي سطوالي وزيرالدا. سنقف على ورشات هذا المشروع الذي سيكون له أثر كبير على الحركة المرورية في المنطقة. الشطر الأول للمشروع هو الطريق الاجتنابي لبريجا، والذي يربط بين سيدي فرج وشاطئ النخيل على مسافة 3 كيلومترات. منذ استلامه أدفن سيابية مرورية ولاقى استحسان المواطنين. كنا نضيق بزاف من هيك، قالوا لنا الطريق هذه يفتحوا علينا حاجة بزاف. كنا نعانوا بزاف سيركيلاسيون منا قايتيك. كانت سركالة بزاف سورتو زمان الصيف. مي دوك كي دابرو تال هذا روباريا الاولى كي داروا التينال تحتاني الفوق هذاك تاع عند رون بوان، وزادوا خدموا هذه بزاف، نقصد بزاف. On faisait des fois jusqu'à une heure et demie de circulation، مي جينيرالمون الطرقان كامل ولاو ملاح بكل صراحه. على طول 15 كيلومتر وبوتيره متسارعه تجري اشغال المشروع لاستلامه في الاجال المحدده، والتي تعرف تقدما بنسبة 90%. هذا المشروع يدخل في إطار برنامج الولاية لفك الاختناق على العاصمة. هذا المشروع يمتد على 15 كيلومتر تقريبا. توجد 4 مؤسسات عمومية للإنشاء. هذا المشروع يعني أنشئ بإمكانيات أو بكفاءة 100% جزائرية من الدراسة حتى للإنشاء. يتضمن المشروع 9 منشآت فنية تتمثل في 8 جسور ونفق أرضي، تم استلام 7 منها. ونحن نعمل بنظام المناوبة 2x10، وسيستسلم المشروع في أجله المحددة. استحداث طرقات ومسالك اجتنابية من شأنه تسهيل حركة تنقل المواطنين وتنشيط الحركية الاقتصادية، خاصة وأن المنطقة تعتبر وجهة سياحية تزخر بها الجهة الغربية للعاصمة.